عودة المياه إلى مجاريها بين سعد المجردة وابتسام تسكت. يبدو أن المياه عادت إلى مجاريها بين الفنانين المغربيين سعد المجردة وابتسام تسكت، حيث أصبح يومه الأحد 22 من غشت 2021 حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام بإعادة المتابعة لبعضهم البعض على الإنستغرام. ورجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون متابعة سعد المجرد وابتسام لبعضهما دليلا على نهاية خلافهما، خاصة أن ابتسام تسكت كانت تتجنب الحديث عن خلافها مع سعد المجرد، ولاحظ متابعوها أنها لم تعد تشجع سعد بعد طرحه لأي عمل جديد. يذكر أن الفنان المغربي سعد المجرد كانت تربطه بابتسام علاقة صداقة منذ عدة سنوات، حيث اكتشف جمهور هذا الثنائي مدى متانة صداقتهما خلال زيارة المجرد للأكاديمية في الموسم الذي شاركت فيه تسكت في ستار أكاديمي.